أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا ترفض التفاوض مع أوكرانيا، ولكن النظام الأوكراني هو الذي يرفض ذلك. وأضاف لافروف في تصريح عقب حضوره مجموعة العشرين أن موسكو لا ترفض التفاوض، مشيرا إلى أن استمرار نظام كييف في الرفض يصعب من التوصل إلى اتفاق. ويرأس لافروف الوفد الروسي في اجتماعات مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا يومي 15 و16 من نوفمبر. حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطني بلاده من احتمالية مواجهة المزيد من الهجمات الصاروخية الروسية عقب وقوع موجة من القصف الصاروخي على أنحاء مختلفة من البلاد. وقال الرئيس الأوكراني إن كييف ستصمد في مواجهة الهجمات الروسية. كانت موجة جديدة من الهجمات الصاروخية وقعت على عدة مدن أوكرانية، من بينها العاصمة كييف، تسببت في حدوث انقطاعات في إمدادات الكهرباء، ولقي شخص واحد على الأقل مصرعه من جراء القصف الروسي. أدانت مسودة إعلان لزعماء دول مجموعة العشرين الحرب في أوكرانيا. وشددت المسودة على أن الأزمة الأوكرانية تفاقم الهشاشة في الاقتصاد العالمي. وقالت مسودة الإعلان التي أكدها دبلوماسي أوروبي إن هناك آراء وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات، ولم يتم اعتماد الإعلان بعد. وأضافت المسودة أن زعماء مجموعة العشرين يدركون أن القضايا الأمنية يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.